بالرباط استقبل رئيس الحكومة عزيز خنوش غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. وشكل هذا الاجتماع فرصة للتطرق للشراكة المكثفة والمتنوعة التي تربط المملكة والمنظمة الأممية المذكورة. وقد أشاد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بجهود المملكة المغربية في مجال الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، وأبرز أن المغرب يعد شريكا تاريخيا، مذكرا بتنفيذ حوالي 285 مشروعا في المغرب من قبل المنظمة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وشركاء دوليين بالتعاون مع الحكومة المغربية، وذلك منذ العام 1985.